إيمانا بقدراتهم في بناء الغد وضمان مستقبل سوريا، بعلمهم وموهبتهم بيمتلكوا أدوات الغد. توجهت محافظة دمشق بالتعاون مع نادي المحافظة لأطفال محافظة دمشق بمشروع بكرة لنا. هذا المشروع بيعتبر هو خطوة رائدة لاكتشاف المواهب ورعايتها بطريقة علمية متخصصة وإيجاد أجيال قادرة على البناء، وقد انتهى المشروع من المرحلة الثانية، وأكيد هلا عم يحضروا لإطلاق المرحلة الثالثة. للوقوف أكثر على هذا الموضوع بصيرنا نرحب بالاستوديو معنا اليوم بأليسار الحجلي من اللجنة التنظيمية بمشروع بكرة إلنا، وهاني المحاسني أيضا من اللجنة التنظيمية. صباح الخير أليسار. وصباح الخير هاني. صباح الخير سادة. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الشعب العربي السوري. يسعد صباحك خير يا رب ويسعد صباحك. وانتم بألف خير. قبل ما نحكي عن المراحل المشروع، خلينا بالبداية نعطي لمحة سريعة للمشاهدين، شو هو مشروع بكرة إلنا؟ تمام. مشروع بكرة إلنا هو مشروع وطني تنموي بامتياز. بالتعريف الأساسي للمشروع هو مشروع تنمية ورعاية مواهب أطفال سوريا. يوم نقول مواهب أطفال سوريا، أطفال سوريا بدون أي حدود، كل أطفال سوريا على مختلف الشرائح، على مختلف الطوائف، ما في شيء بيفرقهم، كلياتهم سوا ضمن هذا المشروع اللي عم يكون في أهداف كتير كبيرة ليجمعهم سوا، ليكونوا دايما سوا على الشيء اللي دايما متعودين عليه كشعب سوري اللي هو التميز والإبداع. عم نخلي هذا الطفل يكون عنده أكثر حب للمستقبل، أكثر لأنه يرسم طريقه صح. فمشروع بكرة إلنا عم بيقدم هي الفرصة الحلوة للأطفال إنه هن في طريق جميل، في طريق مبدع عم يمشوا عليه، وإن شاء الله يا رب نقدر نوصل لكل أطفال سوريا، لعشرين ألف طفل سوري إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نحن أكيد نتمنى يتم هذا الشيء. هاني، المشروع بلش بمرحلة أولى، واليوم نحن مع بعض عم نختم وعم نكرم يلي تعبوا بالمرحلة الثانية. خلينا نحكي كيف تم انتهاء المرحلة الأولى وكيف تم التقييم وكيف يمكن صعدنا درجة للمرحلة الثانية. تمام. نحن اليوم مشروع بكرة إلنا طبعا كان له مرحلته الأولى مثل ما حكينا، انطلق بأقسام محددة لمشروع بكرة إلنا، أقسام خاصة بالأطفال يلي هي بتشد الأطفال أحيانا مثل الموسيقى، الرسم، التمثيل، الرقص. كان في أقسام كتير مهمة عم تكون قدام الطفل السوري. اليوم بمرحلتنا الثانية كان في عنا كمان نفس الأقسام، ولكن زدنا عليها قسم اللي هو قسم الإعلام. كان قسم كتير مهم حنحكي عنه بعد شوي. موضوع كتير كان مهم بأنه نحن نحافظ على هذا الطفل السوري. كان مشروع بكرة إلنا هدفه الأساسي هو موضوع الحب الوطن. لازم نعلم الطفل طبعا الشيء اللي ما بيتساوم عليه اللي هو حب الوطن، الحفاظ على خيراته واحترام رموزه. دائما لازم الطفل يكون في عنده هاي الثقافة المرسخة بذهنه، بالإضافة لعدة تفاصيل تانية مثل اللي احنا ما بنحكي عن موضوع فينا نخلي مثل ما قلنا حب الوطن، الحفاظ على رموزه، الحفاظ على خيراته واحترام رموزه، يخلي الطفل يآمن بعيشه المشترك عن طريق أدواته ووسائله، تميزه هذا المكان اللي هو عم يتدرب فيه يتعلم فيه، إنه هذا المكان ما هو مخصص لطفل واحد، هو مخصص لكل الأطفال اللي من عمره أو من جيله بكاف بمختلف طوائفهم، بمختلف انتماءاتهم، بمختلف كل تطلعاتهم ورؤاهم. نعم. طيب خلينا نحكي بالمرحلة الأولى مثل ما قلت ما كان في قسم للأعلام، بالمرحلة الثانية صار في قسم. خلينا نحكي عن تفاعل الأطفال مع هيدا القسم، قديش لقيتوا في تفاعل وقديش مهم فعلا اليوم لو كان عندنا يمكن أطفال بأعمار كتير صغيرة بس فعلا نفهمهم شو هو الإعلام، خصوصا ضمن ظروف الحرب اللي عم نعيشها قديش في عنا إعلام وتضليل إعلامي بيكون. هلا قسم الإعلام هو قسم دخل على مشروع بكرة إلنا بناء على ملاحظات من مشروع بكرة إلنا، من مشروع ملاحظات الأطفال. كان عم يلاحظ دائما أن الطفل بحاجة لأنه هو يظهر، بحاجة لأنه هو يطلع يعبر عن رأيه، بحاجة دائما لأنه هو في عنا هاي الخامات. الأطفال في عنا الخامات الصوتية الجيدة، في عنا الخامات المبدعة. استضفنا بعضها ببرنامج صباح الخير، تفاجأنا بهي المواهب. تماما. في عنا هاي الخامات الفكرية اللي هي قادرة أن تحضر شيء إعلامي، قادرة أنه تظهر على الكاميرا، ولكن هي بحاجة شوية تدريبات طبعا دائما عم تكون. فكان إدخال قسم الإعلام هو قسم كتير مهم لحتى يكون الطفل قادر يعبر عن رأيه. اليوم بدنا نوصل مع الأطفال لمرحلة أنه لازم الطفل يكون قادر على أنه يوقف قدام كاميرا، قادر على أنه هو يعبر عن رأيه، قادر على أنه هو يعرف عن اسمه، عن شخصيته، عن دراسته، عن موهبته، بدون ما يكون خجلان. هو بيعرف أنه وراء هي الكاميرا في ملايين الأشخاص عم يتابعوا، ولكن هو قادر على أنه يواجهها بقوة. نعم.
اليسار خلينا هيك شوي نروح معك ونحكي. اكيد بس بالاول اسمحي لي وجه تحيه لكل حدا عم يشتغل بمشروع بكره إلنا، لكل حدا تعب من اول خطوه لحد الان كرمال، يمكن كرمال سوريا وكرمال اطفال سوريا. ولكن خلينا شوي نفوت بالكواليس، يعني في كثير اطفال يمكن ظلمتهم الحرب، ظلمهم الوضع بسوريا، صار عندهم حاله نفسيه صعبه، هن عندهم موهبة ولكن يمكن في شيء، يمكن طلعوا من بيوتهم، يمكن شافوا مشاهد قدامهم ما كان لازم تنشاف. هدول الأطفال كيف عم يتم معالجتهم؟ كيف عم يتم يمكن احتضانهم لحتى هن يكونوا أو يلتهوا أو يطلعوا هاي الموهبة اللي جواتهم؟ يوم نحكي عن مشروع بدي بحب وعم يهدف لحب وسلام وليجمع الكل على جمعة وحدة ولمة وحدة اللي بتعبر عن كل شيء إنساني، بعيداً عن كل الخلافات وبعيداً عن كل فينا نقول الأحاسيس اللي ممكن ينشر فيها الإنسان من لؤم، من بغض، من حقد إلى آخره. مشروع بكرة إلنا فعلاً هو بعيداً عن أنه هو بس مشروع، هو لا، هو مثل ما حكينا هو جمعة حب، هو لمة لتجمعنا كلياتنا كسوريين من أصغر حدا بالمشروع لأكبرون. ما في عنا هي القيود تبع أنه الطفل غير المدرب أو الطفل غير العامل بالمشروع بكرة إلنا أبدا، نحن كلنا سوا عم نشتغل على هذا الهدف الأساسي، نحن نحب بعض، نحن نكون دايما مع بعض. والأهم إنه شغلكم ميداني، يعني شغلكم كله مع الأطفال، في شيء عملي، في شيء قد عم نكون نحن عم نشعر بحب وبسعادة يوم نحن كمدربين عم نقدم يمكن فيني أقول نتاج خبرات عبر الزمن، يعني من دراسة، من معلومات أخذناها، من كل شيء تدريبات حصلنا عليها عم نقدمها لهذا الطفل، اللي هذا الطفل عم ينقل هي الصورة الحلوة اللي إنه نحن كأطفال نحن بكرة قد رح نكون فعالين بالمجتمع. أكيد بالنسبة للشكر بدنا نتشكر كل القائمين على مشروع، جميع القائمين على المشروع، لأنه في جهود كثير كبيرة يمكن ما عم يسلط الضوء عليها، في كثير فرصة حلوة تماماً، جهود مجهولين تماما، فرصة حلوة لإلنا لنقدر نحن مثل ما حكينا إنه نحن هي الفرصة نقدمها، إنه نحن عنا شيء حابين نقدمه، وهذا الشيء مرسوم من جمال، مرسوم بعيدا عن كل المصالح الشخصية لإلنا. بدنا نتشكر أكيد محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان الداعم الأول والأخير لمشروع بكرة إلنا، اللي عم بيكون دايما إلنا وهمه الأول والأساسي هنا الأطفال. أطفالنا كتير حلو يوم عم بيبادلونا هذا الحب، عم بيبادلونا الأمل بالمستقبل، إنه نحن عم نشوف فيهم وعم نشوف بعيونهم الجمال وعم نشوف فيهم هي القوة، نحن عم نستمد منهم، عم نعطيهم قوة وعم نستمد منهم القوة بنفس الوقت. يمكن عم تتفاجئوا بالمواهب مثل ما قلتي والقوة الموجودة عند الطفل، يعني في ظروف صعبة وظروف حرب عم نعيشها، بس فعلا في مواهب عم تحسسك إنه عن جد بكرة إلنا وبكرة أحلى. في كثير من الأطفال عم نتفاجئ بالمواهب. بقسم الإعلام استضفنا ببرنامج صباحنا غير بعض الأطفال، فكثير مهم نركز على أطفالنا اليوم لأنه هن نواة المستقبل، يعني هن فرسان الغد. خليني نحكي عن الحفل المتميزين اللي قمتوا فيه قسم الإعلام، كيف كان هيدا الحفل؟ كيف كانت المشاركة وتفاعل الأطفال معكم؟ هيدا الحفل تم التنسيق له، هو عبارة عن حفل تكريم للمتميزين اللي كانت نتاج عن تقييم قسم الإعلام. عندنا نحن 5 أقسام بمشروع بكرة إلنا مختلفة، قسم الرياضة، قسم الفنون البصرية، قسم الموسيقى، قسم الإعلام. هاي الأقسام كل قسم منها كان إلى مرحلة تقييم. المرحلة التقييمية تم تقييم الأطفال وتم تقييم تقريبا عددهم قد إيه إذا بدنا نقول؟ نعم العدد قد إيه تقريبا؟ هلا العدد اختلف من قسم لآخر. بالنسبة للإعلام كان عندنا نحن تقريبا 50 طفل مميز اللي كانوا نتاج عن تقريبا 130 طفل تم اختبارهم مع المدربين أكيد بإشراف لجان متخصصة. الخمسين طفل هذول تميزوا وفعلا كان عندهم مواهب مبدعة ومواهب خلاقة، شفنا عندهم شيء كتير حلو، عندهم الجرأة، عندهم الثقة، عندهم القوة، عندهم المعلومة اللي هي أكيد أقوى سلاح نحن فينا نحارب فيه، فهذا الشيء كتير بيشجع وكتير مثل ما حكينا نتاج حلو للمشروع. فبهذا الحفل اللي أقمناه ضمن منشأة النادي، نادي المحافظة، تم دعوة أهالي الطلاب المتميزين والأطفال المتميزين
لتكريمهم. التكريم كان من قبل المحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان. تم الحوار مع الأهالي عن مرحلة الرعاية المقبلة اللي رح تصير للأطفال، كيف رح يتم رعايتهم. أكيد رح يكون في مراكز متخصصة، رح يكون في نقلة بالتدريبات، رح يكون في نقلة بالمعلومة المقدمة لهذا الطفل. نعم، خلينا مع هاني نحكي عن يمكن النقلة يلي رح تكون شيء جديد. رح نحكي عن المرحلة الثالثة، شو مخبايين أنتم كمنظمين وكإدارة، شو عندهم شيء جديد ليقدموه للطلاب بالمرحلة الثالثة، وشو مصير الطلاب يلي يمكن تم تكريمهم أو تم تقييمهم بالشكل الصحيح في المرحلة الثالثة؟ تماما. هلا نحن في عنا طبعا دائما بهيك مشاريع، أو خاصة بمشروع بكرة قلنا، هذا المشروع المتميز اللي عم يهدف لرعاية الطفل و تنمية المحبة بقلبه وتنمية حبه لوطنه. دائما في عنا شيء متجدد. اليوم احنا طبعا بعد العيد، كل عام وانتم بخير، وانت بالعام بخير. كل شعبنا السوري واطفالنا الغالين على قلوبنا كثير بألف خير. احنا بعد مرحلة العيد في عنا رح نبدا مع هدول المتميزين. مثل ما قلنا حكينا عن حفل المتميزين اللي نسقناه لحتى يكون في تكريم للمتميزين يلي طلعوا من مرحلة التقييمات. بكل قسم كان عنا تقييمات، طلع من عنا متميزين بهدول الأقسام. فبعد العيد رح نبدا مع هذول المتميزين بدورات خاصه فيهم، بمراكز خاصه فيهم. طبعا المشروع حيفتتح 5 مراكز خاصه بالمتميزين، رح يتوجه لهم مدربين متميزين، رح يكون في لهم وسائل متميزه، رح يكون في رعايه خاصه لهذول المتميزين. هو اهم شيء يمكن المتابعه. تماما، يعني نحن ما بنكون يعني نحن ما بنعلم شيء وبنمشي، نحن بنتابع. تماما، نحن بنضل نتابع ومستمرين معهم. فهني 5 مراكز متميزين لحد الان، ما تحددوا الخمس مراكز، ولكن تحدد واحد منهم اللي هو المركز الرئيسي، مركز نادي محافظه دمشق بكفر سوسه. فنحن متجهين نحو هدول، رعايه هدول المتميزين اكثر شيء. هلا فيما بعد حيكون عندنا بعد 1/8 رح ننطلق لافتتاح المرحلة الثالثة مع الأشخاص اللي هن موهوبين بعد وبدهم نبحث عن تميزهم والتميز بيناتهم كمان لننطلق لرعايتهم. الشيء الجديد يمكن اليوم بمشروع بكرة قلنا، هو اللي ما كان بمشروع بكرة قلنا، انه رح نتجه لدورات تخصصية لتعليم الأطفال الأمور اللي ناقصتهم بدراستهم. يعني ما بس رح نتجه للمواهب، رح نتجه لموضوع هذا الطفل مثلا هو عنده ضعف في مادة اللغة العربية، حيتم نعزز له إياها نوعا ما، نعزز ثقافة عنده اللغة العربية، كيف إنه يدرسها، رياضيات، علوم، إنجليزي أو لغات. فممكن نتجه لأنه كيف نحن نقوي دراسته لحتى ما تكون بس نحن عن طريق المواهب عم نبعده عن دراسته، لا، نحن بالموهبة بدنا نرجعه لدراسته، بالموهبة بدنا نعلمه كيف يحب وطنه، كيف يحترم رموزه، كيف يحافظ على خيرات الوطن، ولكن عن طريق موهبته كيف يبني حاله. تماما. وكتير مهم اليوم إذا بدنا نحكي عن موضوع قديش مهم وحلو هذا التعامل مع الطفل. اليوم كتير بتحسي بمتعة وانت عم تبني جيل، عم تحاوري طفل صغير كأنه هو شخص كبير، بيجي بيحاورك بمصطلحات كبيرة، هو شخص كتير واعي، عم يكون هذا الجيل كله واعي. بتتفاجأ رغم صغر العمر، بتتفاجأ يمكن بالأفكار وكيف بيعبر عن حاله وعن شخصيته. خلينا نحكي كل اللي عم يتابعنا هلأ من جميع الأهالي كيف ممكن يشاركوا أو يسجلوا أطفالهم، لأنه في كتير ناس بتحب تكون معكم. هلا مشروع بكرة قلنا هو منتشر عبر 31 مركز بمحافظة دمشق. طبعا توسعنا حاليا لثلاث مراكز أو 4 مراكز بريف دمشق. المشروع متجه للمحافظات، ولكن بعد هيك بالخطوط الضيقة شوي رح نتجه للمحافظات. كيف بدهم يتوجهوا؟ هلا ضمن المدارس ان الأهالي عم يكونوا موجودين، فالطلاب موجودين بالمدرسة، فعم يتم التوجيه كيف انت عندك موهبة يتوجه لمشروع بكرة قلنا، لانه هون عم يتم رعايه موهبتك، فكل طفل عم يتوجه تلقائيا لموهبته. من الطفل من الصغير بتحسي انه يمكن دول الغرب تقدموا عننا بانه هن عم يلاحظوا دائما كيف الولد عم يبلش انه هو هذا الشخص موجه للرسم، فلازم نحن نعتني بالرسم. اليوم مشروع بكره قلنا بهي الخطوه بلش يتعدى كثير خطوط، بانه نحن لازم هذا الطفل من الاول نعرف انه هو رسم، لازم نعلمه الرسم، لازم نقوي موهبته لحتى بس هو يكبر يعرف انه انا بدي اروح باتجاه الرسم، ما يتجه باتجاه اختصاص هو بالاصل ما له رغبان فيه. نعم. بالختام اليسار، كلمه اخيره، امنيه اخيره، او بختام الحلقه بتحبي يمكن توجهيها، يمكن توجهي شكر لكل الشباب والصبايا يلي عن جد انه باعمار صغيره ولكن عم تحققوا شيء لاطفال سوريا، لكل حدا بتحبي توجهي كلمه اخيره اليوم؟ بالنهاية رح أقول إنه فعلاً اليوم الشيء اللي بيميز هذا المشروع إنه اليوم عم نتعامل مع طفل مشروع بكرة قلنا غير أي طفل عادي. اليوم عم نتعامل مع طفل مسؤول، طفل واعي، طفل عارفان هو
تماما ومحدد شو بده بالمستقبل، لانه مثل ما حكى زميلي هاني انه هو خطى اول خطوه بطريق المستقبل، وهذا الطريق اللي هو صح له وبيعبر عنه. ففعلا هذا الشيء كثير حلو، فعلا هذا بكفينا يعني ك هذا هدف لنا، وان شاء الله يمكن نكون وصلنا له لاول مراحل. بدي اتشكر كل حدا اكيد عم بيكون معنا، بدي اتشكر كل طفل عم بيقدم لنا هذا الحب اللي نحن عم نبادله فيه. بدي اتشكر كل القائمين على المشروع اللي مثل ما حكينا اعطونا هي الفرصه الحلوه لنقدر نحن كمدربين وكليجان والى اخره ضمن المشروع بكره لنا، انه نحن نعبر اكثر عن حبنا لهذا الوطن من خلال حبنا للاطفال اللي هن اكيد رح يبنوا المستقبل. بدي اتشكر اكيد اداره مشروع بكره لنا، الراعي الرسمي للمشروع الدكتور بشير صبار محافظ دمشق، لانه فعلا فعلا هو الراعي اللي دائما اللي عم بيكون معنا وبكل خطوه ولابعد الحدود. فان شاء الله هيك يا رب دائما جمعات فرح ودائما يا رب نسعى لمستقبل افضل لسنا. ونحن كمان بدنا نشكرك اليسار وهاني، بدنا نشكر جميع فريق العمل القائمين على مشروع بكره احلى بكره النا، واكيد نحن فخورين بالشباب السوري اللي عم يثبت خلال فتره الازمه انه فعلا عندنا شباب قادر انه يبني مستقبل احلى. شكرا كثير لكم. نحن كمان بدورنا بدنا نتشكر الاخباريه السوريه اللي اجت وواكبت حفل المتميزين، شكرا كثير لكم على هذا اللقاء. شكرا لكم وموفقين، واكيد شبابنا بيرفعوا الراس. شكرا كثير لكم. شكرا كلامك.